يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، أنا قد بدأت في طلب العلم، وبدأت في قراءة شرح صحيح مسلم للنووي، فقال لي أحد طلاب العلم: لا تقرأ في هذا الشرح، وكذلك لا تقرأ في شرح ابن حجر، لأنهم مبتدعة ضلال ويستحقون أن تحرق كتبهم، فما هو الرأي في هذا؟ هذا الكلام لا يقوله إلا المتطرفون الذين يفجرون في الشوارع، وهذا من كلامهم. أما أهل السنة والجماعة فلا يقولون هذا في الإمام ابن حجر والإمام النووي رحمهما الله، فهما إمامان جليلان ومحدثان وفقيهان، ونفع الله بكتبهما وعلومهما، والعلماء ينقلون عنهما ويستدلون بأقوالهما، حتى يأتي هذا المتنطع فيصفهما بالضلال. هذا من أقبح الكلام والعياذ بالله. وعليك بالقراءة في كتب هذين الإمامين وغيرهما. ولكن يا أخي، ما تكفي طلب العلم، ما يكفي المطالعة، لا بد أن تقرأ على المشايخ، تتلقى العلم من المشايخ، وأن تقرأ الكتب على المشايخ، ما تقرأها على نفسك، لأنك مبتدي، وقد يكون هناك كلام لا تفهمه، أو تفهمه خطأ، تظنه أنك فهمته وأنت ما فهمته، فلا بد من تلقي العلم عن العلماء. نعم.